أصوم أحيانا بدون عقد النية عند بدء صيام، فهل النية شرط في صيام كل يوم أم تكفي في أول الشهر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الصيام وغيره من الأعمال لا بد أن يكون عن نية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي رواية: لا عمل إلا بنية. فصوم رمضان يجب له النية من الليل بأن ينوي قبل طلوع الفجر صيام ذلك اليوم. والسائلة تقول: إنها طلع عليه الفجر ولم تنوي إلا بعد طلوع الفجر، فما حكم صومها ذلك اليوم؟ الجواب: أنه يجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي مضى جزء منه بدون نية. والنية في رمضان لكل يوم بمفرده، لأن كل يوم عبادة مستقلة تحتاج إلى نية، فينوي الصيام لكل يوم من الليل. لو طلع عليه الفجر ولم ينوي كحال السائلة ونوى بعد ذلك، فإن صومه لا ينعقد عن فرض رمضان، بل عليه أن يقضي ذلك اليوم، سواء تركها عمدا أو سهوا. سواء تركها عمدا أو سهوا. لكن لو كان قد نوى من الليل، ولكن حصل عنده شيء من النسيان، أو حصل عنده شيء من الشواغل وعزب عن خاطره، عزبت النية عن خاطره، لكن هو قد نوى وأسبق النية، فهذا الشيء العارض لا يؤثر ما دام أنه لم يعدل عن نيته الأولى. فالعارض البسيط لا يؤثر على النية، فصيامه صحيح.